عايزين برضو نوضح للمشاهدين الفرق بين البكالوريا الدولية الاي بي والثانوية البريطانية الاي جي كل شهادات المعادلة، وازاي ليه اخترتي تحديدا الثانوية السويسرية اللي هي الاي بي؟ ايه مميزاتها عن الحاجات التانية؟ هو البكالوريا الدولية ببساطة بالذات البرنامج اللي أنا دخلت وتعلمت فيه يعني بيكون آخر سنتين زي ما قلت آخر سنتين من ثانوية عامة. بالظبط بيتضمن 6 مواد. هو موازي لثانوية عامة يا جماعة؟ موازي بالظبط، لكن سنتين يعني بدل ثالثة ثانوي بس بتكون تانية وثالثة مع بعض. والسنتين دول ليهم امتحان واحد ومجموع واحد في آخر السنة التانية. بيكون فيه 6 مواد ميكس ما بين العلمي والأدبي، ما فيش شعبة معينة يعني. اخترتي مواد ايه؟ بيولوجي وبزنس وسايكولوجي وعربي وانجلش وماث. عربي كلاسيك بقى. اتفضل. فالمواد دي بتبقى ميكس مع بعض، المهم بيبقى فيه 6 مواد بلس مادة فلسفية بنتكلم فيها عن مصدر المعلومات والآراء المختلفة وازاي نحلل ونفند المعلومة، ومادة تانية بيبقى مطلوب مننا فيها ان احنا نكتب ورقة بحثية بتتكون من 4000 كلمة. ففي الاخر بناخد امتحان واحد، بنمتحن اكتر من امتحان لكل ماده، وبيطلع لنا مجموع في اخر سنه بيتكون من 45 نقطه، 42 نقطه على 6 مواد كل واحده من 7، والثلاث نقط الباقيين بيكونوا البونس، بيتجمعوا حسب السكور اللي احنا خدناه في الماده الفلسفيه والورقه البحثيه. عظيم.